جزاكم الله خيرا. آسف شيخ صالح، قلت أن السؤال ذلكم الذي سلف هو الأخير، لكن بدر سؤال استأذنكم في طرحه، وهو: من سبق الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى دعوته، ومن جاء بعده فسلك مسلكه؟ سبقه كثير ولله الحمد، وجاء بعده كثير، ولا يزال الخير في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 100 كل سنة من يجدد لها دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالخير باقي ولله الحمد ومستمر. وسبق الشيخ أئمة على هذا المذهب، وهذا المنهج منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، سبقه الصحابة والتابعون والخلفاء الراشدون الأئمة الأربعة المصلحون، شيخ الإسلام بن تيمية، الإمام ابن القيم، الإمام ابن رجب، الإمام الذهبي، الإمام ابن كثير، الإمام المزي، غير هؤلاء كلهم على منهج الشيخ رحمه الله في الدعوة إلى الله واتباع السلف الصالح، وجاء بعدهم وقبلهم، الحلقة متصلة ولله الحمد. ومن بعد الشيخ أحفاده وتلاميذه في هذه البلاد، ومن استفاد من هذه الدعوة في البلاد الأخرى من الدعاة إلى التوحيد الخالص، كل هؤلاء ولله الحمد كلهم على منهج السلف الصالح، ويدعون إلى ما دعا إليه الشيخ. جماعة أهل الحديث في الهند، أنصار السنة المحمدية في مصر وفي السودان وفي غيرها من البلاد، كلهم يعتنون بهذا الأمر، أمر العقيدة وأمر التوحيد، تجديد العقيدة الصحيحة للناس. نعم.